للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات عن بورما بشكل دائم. مراسل بي بي سي جون فيشر عد التقرير التالي الذي يحتوي على مشاهد عنف مزعجة. الانقسام العميق بين البورميين تم تسجيله من خلال الكاميرا ليشاهده الجميع. هنا متجر للذهب في بلدة مكتيلا يتعرض للسرقة والنهب من قبل بوذيين نزلوا إلى الشارع بعد جدال حول قطعة من المجوهرات. في العشرين من أذار مارس الماضي ظهر الشعور الدفين حول الصراع العرقي على السطح، وظهر بعض الرهبان البوذيين بين المشاركين. رجال الشرطة يراقبون الحشود ولا يتدخلون بالنظر إلى قلة عددهم، بينما يتحول المتجر إلى أنقاض. يعيش المسلمون والبوذيون في حال تنابذ منذ أجيال عدة، لكن الوقت يتغير وكذلك المشاعر حيال المسلمين. غير الطبيعي بالنسبة إلى هذه المشاهد أنه تم تصويرها من قبل الشرطة البرمية، وهي أوضح المشاهد التي أمكن تسجيلها عن الاشتباكات العرقية في بورما، كيف حصلت وكيف فشل البوليس في حماية المجموعات المسلمة. لاحقا في نفس اليوم تم الهجوم على كاهن بوذي كان يركب دراجة نارية. هذا الرجل هو السائق، قال إن مسلمين سحبوا الكاهن إلى الأرض قبل قتله. ومع شيوع خبر قتل الكاهن عاد التوتر مجددا، حيث أشعلت النيران في منازل ومحال ومساجد المسلمين، بينما انتشرت جماعات بوذية وأخرى إسلامية في الشوارع. في هذا المقطع من الفيلم يظهر مسلم وهو مسجع على الأرض بعدما أضرمت النار فيه فاحترق جسده، لكنه بقي حيا. رجال الشرطة يراقبون ولا يساعدون. هذا في الصباح الثاني، تم حرق مقاطعة من جلازة الإسلامية بأكملها. البوذيون أخذوا السلطات على حين غرة عندما أحرقوا البلدة في المرة الأولى، لكنها المرة الثانية التي تحرق فيها البلدة ولا تفعل السلطات شيئا. من تل عال يراقب الأهالي الذين هربوا اتقاء من الحرائق منازلهم ويحاولون الاختباء، لكن هذا الشاب المسلم لاح للبوذيين الذين انهالوا عليه بالضرب بالعصي. ثم تقدم احدهم يلبس قميصا ابيض وهو يحمل ساطورا وانقض به على الشاب. اخيرا تحركت الشرطه وواكبت النساء والاطفال بعيدا عن منازلهم التي تحترق. بعد يوم اخر من العنف أظهرت الأرقام مقتل 43 شخصا. المسلمون الذين فروا يعيشون الآن في مخيمات ومع أقرباء، لكن قلة منهم تفكر في العودة. هذا بلد يسيطر فيه البوذيون على مختلف مناحي الحياة ويؤسسون لمستقبل تشعر فيه الأقلية المسلمة أنها جزء منه، وهذا ما يشكل الاختبار الأكبر بالنسبة إلى بورما. أنا البارح